هي سؤال اليوم مصيبة. مرحبا حياكم الله فقط خالد لايف. سؤال اليوم، السؤال اليوم شو يقول السؤال اليوم؟ سؤال مصيبة ما تتمناه حق عدو ولا صديق. سؤال يقول: تخيل انت راكب الطيارة والطيارة طايرة بالسماء، فجأة يجونك المضيفين والناس المسافرين يقول لك الطيار مات، تكفى انقذنا، ايش راح تسوي؟ حط راسي وانام بالكمبل واعمل نفسك ميت. ما راح تساعدهم؟ ولا شيء. خلاص؟ والله. بس. خلي يشوفون واحد غيرك ها؟ اوكي. سل يمي. يعطيك العافية. حبيبي حياك. يعطيك العافية. راح احط اصبع والله. والله انقذ عمري وكيفه. وانت؟ ما ادري. راح اسوق الطيارة بدالها. راح تسوق الطيارة؟ ان شاء الله. أول شيء أنزل السايد. بعدين أطق أتوقع دقمة الفلاشر. زين. وإذا في أقدر أصفط على اليمين سويتها. إذا ما قدرت احتمال كبير إن أصب شاي وقهوة حق. شلون بتسوق الطيارة؟ الله يقدرني إن شاء الله وأسوقها. يعني تروح تقعد مكان الكابتن؟ إن شاء الله أطق إشارة وأنزل. يعني تحاول تنزل طيارة؟ إن شاء الله. كفو والله شجاع. الله يسلمك. وإذا ما نزلت الطيارة شلون؟ برشوت. رح أموت وراها. أنا يوم طر طيارة أبوي قبل كنت أنزل السايد وأطير. طيار طار؟ طيار طار؟ زين انقذيهم؟ ما أسوي شغل أني أنط من الطيارة. تطيب الطيارة؟ وتقول لهم دبروا نفسكم ها؟ سووا اللي تسووه ما يدري. قوية أنت والله. راح تسوي شيء؟ أبداً. أنا قطم البحر واللي يعيش أشيله يعني. ناخذ واحد قطم البحر. ما يطيح بالقاع مرة واحدة ميت ما يصير عاد. هنغذ المضيفات طبعا. هنغذ المضيفات؟ بس المضيفات؟ إي بس. والباجي؟ كيفه ما؟ يقولك عاد قالوا لك تكفى انقذنا ما في غيرك ينقذنا، ايش راح تسوي؟ والله اربطها بباراشوت انزلها. تربط منهم؟ تربطهم كلهم؟ اربط طيارة كبرى. بقعد من النوم. شلون يعني شلون؟ اكيد كابوس. انا كابوس؟ لا تخيلها حقيقة. كابوس؟ لا تخيلها حقيقة. شو راح امسك السكان مال الطيارة بس. امسك سكان الطيارة. راح شو تسوي؟ تقطي نفسك من الطيارة؟ راح البس هاي اللي بلبسوها باراشوت. ايه المنطاد ها؟ بالضبط. انا بحب اسبح اصلا. اربط الطيارة وكبرها باراشوت. الطيارة وكبرها تربطها باراشوت؟ اذا قريب راح انزلها. راح تحاول تنزلها؟ ممكن. واذا نزلتها تصير بطل؟ طبعا. واذا ما نزلتها؟ راح نموت كلنا. يعني الله يرحم. الله يرحمه. تحاولين تسوقين طيارة شيء؟ لا نسوق سيكل. ما تسوقين سيكل؟ ما تسوقين طيارة؟ ولا سيكل مالك؟ لسه ما طورت للطيارة. بناء على اللي لعبناه احنا بالبلايستيشن بحاول انفذه يعني. انا تحاول تنفذ؟ اي بالضبط. بتروح تقعد مكان الكابتن يعني وتحاول؟ بالضبط. دق فليد ويلا و حاول تنزل الطيارة. بالضبط. نزلت ما نزلت كلكم ميتين عاد. بس خلاص. اقول لك شنو يسوي؟ يسوق طيارة ولا ما يسوق؟ ايوه لازم يسوق. يسوق طيارة؟ ايوه. ما في مشكله. الطيار مات تكفى انقذنا، ايش راح اسوي؟ اسوق بداله. تروح سوق مكان الطيار؟ اي لا بحاول. بتحاول؟ اذا قدرت بحاول. والله انك جري. بنقذ العالم. والله انك قوي. تسلم. تعلم سوق طيارة؟ يوتيوب ادش واتعلم. ما في انترنت حبيبي؟ لا في واي فاي فوق. واي فاي؟ اي موجود. يوتيوب؟ زين اساله. زين تدخل يوتيوب وعيش تسوي انت؟ ايش تسوي؟ الطيار مات الله يرحمه. توفى غيال، ماكو غيرك، انت المنقذ. يقولون طيار مات. أيوة. يقولون طيار مات. أيوة طيار مات. أخو علي. أخوك عنده طيارة؟ الله يرحمه. أي موديل؟ 97. عرفت السؤال شنو؟ لا والله ما أعرف.